طبعا نقول لكم على فقراتنا النهارده، واللي هنبداها فقره هنتكلم فيها عن مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء في دورته ال 32. هنعرف اهم الفعاليات والحفلات الموسيقيه المنتظره لكبار نجوم الفن اللي بيمتعونا كل سنه في المهرجان. تفاصيل كتير عن مهرجان القلعه هنعرفها من ضيفنا الاستاذ محمد شميس الناقد الموسيقي. اما فقرتنا الثانيه فهتكون عن الرياضه واهميتها بشكل عام، وهل الرياضه من غير طبعا نظام غذائي بتخسس، وايه كمان الوقت المناسب لممارسه الرياضه خلال اليوم. تفاصيل كتيره قوي هنعرفها من ضيفتنا سماح امين مدربه لياقه بدنيه. انتظرونا وزي ما تعودنا هنروح معاكم عشان نشوف ابرز الترندز النهارده ونرجع لكم مره ثانيه. خلينا بقى نبتدي كلامنا النهارده من مبادره ايجابيه. صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي اطلق مبادره جديده لرفع درجه الوعي من مخاطر تعاطي وادمان المواد المخدره. استهدف ركاب مترو الانفاق، واكد الصندوق ان المبادره هدفها التوعيه باضرار المخدرات وخاصه الاصطناعيه والمستحدثه، ورفع وعي الاسر بطريقه الوقايه الاوليه والاكتشاف المبكر للتعاطي، والتعريف بالخدمات اللي بيقدمها الصندوق والمراكز التابعه ليه. عددها وصل ل 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن. الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قال إن الصندوق هيعمل عدد كبير من الأنشطة وبرامج الحماية من المخدرات علشان تناسب المراحل العمرية المختلفة، وطبعا رافع الوعي بخطورة التعاطي. وقال إن الصندوق اختار مترو الأنفاق لأنه طبعا واحد من أهم المرافق الحيوية لنقل ملايين الركاب يوميا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة من الأستاذ مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الورد على حضرتك.
صباح الخير على حضراتكم يا فندم وعلى كل الساده المشاهدين الكرام. اهلا بيك. طبعا كنا عايزين حضرتك تكلمنا عن مبادره صندوق علاج الادمان الجديد والهدف كمان منه. خليني اقول لحضرتك يا فندم، يمكن احنا عندنا يعني من ضمن المحاور الهامه في صندوق مكافحه وعلاج الادمان، احنا عندنا المحور الوقائي. احنا بنستهدف تنفيذ برامج وانشطه توعويه مختلفه بتستهدف العديد من الفئات. الهدف هو رفع وعيهم بخطوره التعاطي وادمان المواد المخدره. احنا الحقيقه في تعاون مع الشركه المصريه لاداره وتشغيل مترو الانفاق، طبعا لما يمثله طبعا المترو اهميه كبيره في التواجد في الكم، يعني انت عارفه حضرتك ان المترو يعني بيستخدمه ملايين من المواطنين، وبالتالي وجودنا في يعني هذا المرفق الحيوي الهام يعني في غايه الاهميه، ان احنا بنبث رسائل توعويه بنوعي شبابنا في اضرار تعاطي المخدرات، بنصحح المفاهيم المغلوطه لدى بعض الشباب زي المخدرات بتساعد على نسيان الهموم، على تنشيط الذاكره، بعض المعتقدات الخاطئه اللي احنا بنوعي بها شبابنا، ايضا بنعرف الاسر باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وازاي لو الاسره لا قدر الله عندها ابن بيتعاطى ايه ابرز العلامات الداله اللي ممكن تشير ان الابن يتعاطى. ايضا كمان بنحث اي مريض ادمان على التقدم للعلاج المجاني وفي سريه تامه، وبناكد ان كل الخدمات العلاجيه اللي بنقدمها من خلال المراكز التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان تبقى مجانا وفي سريه تامه من خلال الخط الساخن للصندوق اللي هو 16023. الخدمات العلاجيه اللي احنا بنقدمها داخل المراكز العزيمه التابعه للصندوق لا تقتصر على سحب المخدر من المريض فقط، ولكن بتمتد الى خدمات الدعم النفسي، التاهيل الاجتماعي، ايضا التمكين الاقتصادي، ويمكن الحقيقه بتتميز به الدوله المصريه ممثله في صندوق مكافحه وعلاج الادمان ان احنا بنقدم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين، اما ان احنا بندرب المتعافين على حرف بيحتاجها سوق العمل، وده الحقيقه بيساعدنا في اطار اعاده دمجهم مره اخرى في المجتمع، وبيساعدنا ايضا في الحد من الانتكاسه. ويمكن الفتره اللي فاتت دربنا اكثر من 14800 متعافي على حرف بيحتاجها سوق العمل. ايضا الحقيقه كان في توجهات من الدكتوره مايا مرسي وزيره التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس اداره صندوق مكافحه وعلاج الادمان ان يبقى في تكثيف لتنفيذ الانشطه التوعويه. احنا عندنا تكليفات من القياده السياسيه نوعي اهالينا في المناطق المطوره بديله العشوائيات زي الاسمرات المحروسه، بشاير الخير، حدائق طوبه، وكثير من المناطق المطوره. بنوعي اهالينا من خلال زيارات منزليه للاسر داخل الوحدات السكنيه، بنعرفهم باليات الاكتشاف المبكر للتعاطي. ايضا كمان افتتحنا اكثر من يعني 8 عيادات داخل المناطق المطوره، يمكن على مدار عام كامل نفذنا اكثر من 170 الف زياره الوحدات السكنيه للاهالي، بنوعيهم وبنرفع وعيهم بخطوره تعاطي المواد المخدره، بنعمل ورش حكي والعاب تفاعليه باساليب ابداعيه للاطفال مرتبطه بتنميه مهاراتهم ورفع وعيهم باضرار التدخين. احنا يمكن على مدار الفتره اللي فاتت تشيلنا اكبر برنامج وقائي لتوعيه طلابنا داخل المدارس، استهدفنا المرحله الاعداديه والثانويه، نفذنا البرنامج يمكن على مدار عام في اكثر من 9000 مدرسه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. هذا البرنامج بيتميز من نوعه ان هو بيبث فيديوهات توعويه بتظهر وتبرز الاضرار اللي بيتعرض ليها المتعاطي سواء كانت اضرار نفسيه او صحيه. طبعا يا فندم جهود يعني عظيمه جدا قمتوا بيها في الحمله يعني، والحقيقه ده شيء واضح، ولكن ايه الاجراءات اللي بتقوموا بيها في المبادره في حال رصد احد المتعاطين؟ خلينا اقول لحضرتك يعني احنا بنحس زي ما بقول لحضرتك مرضى الادمان على التقدم من خلال الخط الساخن، وبناكد بيبقى مجانا وفطريه تامه، بمجرد ما بيتصل بنعرفهم ايه الخدمات اللي احنا بنقدمها، سواء اذا كانت الخدمات المشهوره، سواء اذا كانت الخدمات العلاجيه، او حتى كمان خدمات التاهيل. بمجرد ما بيتصل المريض بالخط الساخن اللي هو 16023، احنا كل اللي بنطلبه منه بس فقط، ما بنطلبش منه بيانات شخصيه، كل اللي بنطلبه منه هو من اي محافظه عشان نحوله لاقرب مركز علاجي تابع للصندوق قريب من محل اقامته. ايضا كمان بمجرد ما بيتحالته الى احد المراكز العلاجيه بتبدا هنا يعني رحله سحب المخدر، ثم الدعم النفسي، ثم التاهيل الاجتماعي، ثم زي ما شرحت لحضرتك التمكين الاقتصادي الممثل سواء في تدريب المتعافين على حرف بيحتاجها سوق العمل، او ايضا كمان في اطار كمان في مبادره في غايه الاهميه اسمها مبادره حياه بدايه جديده، تعاون مع بنك مصر الاجتماعي، ان احنا بنتيح لهم
قروض لإنشاء مشروعات صغيرة، ودي بتعينهم على يعني إنشاء مشروع، وبالتالي برضو بتساعدهم على الحد من الانتكاسة وإعادة نموهم في المجتمع مرة أخرى. خلينا أقول لحضرتك كمان، إحنا عندنا يعني محور في غاية الأهمية في التوعية، مشغلين في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يمكن على مدار الفترة اللي فاتت اشتغلنا في أكثر من 740 قرية، خلال 6 أشهر المقبلين إن شاء الله داخلين في 400 قرية جديدة إن شاء الله. طبعا ده توسع طبعا عظيم جدا، بس كنا برضو عايزين نسأل حضرتك بالنسبة للناس اللي متابعينا، لو عايزين يستفادوا من خدمات الصندوق، إيه الخطوات الأولية اللي لازم يعملوها للإبلاغ عن شخص مثلا متعاطي؟ خلينا اقول لحضرتك، سواء يعني احنا زي ما بقول لحضرتك، كل الاجراءات اللي بيعملوها بمجرد ما بيتصل بالخط الداخلي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023، ما بنسالوش حتى على البيانات الشخصيه، كل اللي يعني بتصدر عنه من اي محافظه بنحوله لاقرب مركز علاجي تابع للصندوق، ويبدا هنا يحصل على كافه الخدمات العلاجيه زي ما قلت لحضرتك مجانا وسريعا. كل اللي على المريض ان هو يبادر بالاتصال بالخط الساخن 16023، وهيبدا رحله العلاج اللي بناكد عليها بتبقى مجانيه وسريعا. حقيقه الدوله المصريه ممثله في صندوق مكافحه وعلاج الادمان من الدول القلائل اللي بتقدم مثل هذه الخدمات مجانا ووفقا للمعايير الدوليه. زي ما اشرت لحضرتك احنا كمان عندنا 33 مركز علاجي منتشرين في 19 محافظه، ويمكن لو نتذكر في 2014 كان عدد المراكز العلاجيه لا يتجاوز 12 مركز علاجي، النهارده عندنا 33 مركز علاجي بيقدموا كافه الخدمات مجانا وبسريه تامه. زي ما اشرت لحضرتك كمان احنا بالتوازي مع المحور العلاجي ايضا شغالين يعني بقوه في تنفيذ البرامج التوعويه المتكامله لحمايه شبابنا، لحمايه هذه الفئات المختلفه من عمال الاكثر للتعرض ده. احنا طبعا بنشكرك جدا، وطبعا مبادره عظيمه جدا مفيده للشباب وبتحافظ على شبابنا كمان. احنا بنشكرك جدا استاذ مدحت وهبه، المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. شكرا لحضرتك جدا. طبعا مهم جدا زي ما استاذ مدحت وهبه ذكر، ان احنا لو رصدنا اي حد بيتعاطى او شاكين في حد، ان احنا نتواصل بالخط الساخن 16023 بتاع صندوق مكافحه الادمان ونساعدهم طبعا. خلينا بقى نروح دلوقتي نطمن معاكم على درجات الحرارة متوقعة النهاردة، ونرجع مرة تانية عشان نعرف كده الجو أخباره إيه. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. بصراحه يعني كده كنت رايحه التجمع الكام يعني كام يوم اللي فاتوا، بصراحه لقيت في الفتره الاخيره كده في منظر كده جميل جدا على
الطريق الدائري عجبني قوي، فكرة تجميل وجهات المباني اللي غيرت الشكل العام للطريق الصراحة كانت يعني كده واجهة كده حلوة، وانت ماشي على الطريق كده بتحس براحة بصرية، وان البيوت كلها بقت بلون واحد، وكمان في رسومات للملوك قدماء المصريين أدت كمان طابع جميل جدا للطريق الدائري، وأتمنى طبعا ان الحملة دي تستمر وتكون في كل الطرق العامة. طبعا ده مشروع مهم عاملاه محافظة الجيزة، وهدفه إبراز الجوانب الجمالية للمنطقة أو المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير لتوفير تجربة سياحية مميزة للزائرين سواء المصريين أو الأجانب اللي جايين للمتحف المصري الكبير، واختاروا اللون البيج والبرتقاني عشان يكونوا الألوان الرئيسية في المشروع. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المشروع وأهميته من دكتور إيمان أنيس أستاذة بكلية فنون تطبيقية جامعة حلوان. صباح الورد على حضرتك. اهلا، صباح الورد عليك ياسمين انت ودينا وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. خلينا نعرف من حضرتك يعني تنفيذ جداريات يعني المباني العامه وفكره اختيار البيج والبرتقاني كالوان للمشروع، يعني شايفاها ازاي؟ طبعا الوان جميله جدا، ولكن ايه دلالتها؟ طيب، هو طبعا الالوان ليها دلالات هامه، بالاخص اللون البرتقالي. اللون البرتقالي اساسا من الالوان المهمه جدا في سيكولوجيه اللون، لان هو دايما بيديكي احساس بالبهجه والسعاده وبيزود القدره عندك على الابداع. اهميه اللون البرتقاني في ان هو بيجمع بين طاقه لونين مهمين جدا، لان هو بيتكون من اللون الاحمر واللون الاصفر. فطبعا اللون الاحمر ده يعتبر من الالوان المثيره بصريا، اللي هي بتديكي بتزود لك الادراك البصري وبتخليكي تنتبهي او تلتفتي لحاجه ما بتعديهاش كده مرور الكرام. وبرده اللون الاصفر مهم جدا، لدرجه ان القدماء المصريين استخدموه كرمز للاله رع، ودايما ربطوه بالشمس والذهب، لان دايما بالنسبه لهم الشمس هي مصدر انها تقضي على كل الافات اللي موجوده على الارض. فاهميه اللون البرتقاني زي ما قلت ان هو بيجمع بين طاقه لونين مهمين جدا، اللي هو الاحمر واللون الاصفر. طيب بالنسبه للون البيج برضو اهميته في ان هو لون يعتبر من الالوان الترابيه شويه، اللي هو يعني مش لون قوي او مش لون مثير بصري، فعمل كونترست بينه وبين اللون البرتقاني. والكونترست عامه احنا بنستخدمه لما بنكون عايزين ناكد على هدف معين او نخلي البصر يتركز في اتجاه معين. احنا عشان كده قصدنا النهارده نلبس برتقاني وبيج يا فندم. بالظبط، من الالوان الشيك جدا مع بعضها، بتبقى صحيح. درجات الاورنج مع درجه البيج. بس خلينا نقول برضو ان الجداريات مهمه جدا، لان هي بالنسبه لنا كلنا بتعتبر لغه بصريه او سجل مرئي. وطبعا احنا كمصريين اجدادنا المصريين القدماء هم اهل الجداريات، يعني احنا عندنا ارث حضاري مهول جدا من الجداريات المصوره والمنحوته. احنا اللي علمنا العالم اصلا كله فن الجداريات. وطبعا اهميه الجداريات برضو لان هي من الفنون القريبه من الناس، فبتحقق رساله ثقافيه في المقام الاول، ما نقدرش طبعا ننكر الكلام دوت. وبرضو كمان ليها رساله جماليه، لان البني ادم لما يعتاد الجمال انت كده بتنمي الذائقه الفنيه عند عامه الناس، وبتبتدي الحس الفطري عنده بيبتدي ينزع الناحية الجمالية ويلفظ بتلقاء نفسه كده، ما يبقاش رافض كل مظاهر القبح، دايما عايز الدنيا حواليه تبقى جميلة ملونة بألوان بهجة، تبقى الدنيا كلها نظيفة، ودايما هيبقى برضو عايز يحافظ على الحاجة اللي الدولة ابتدت تصرف فيها فلوس كتيرة، ومن أجل في الأساس طبعا سعادة المواطن، وعشان برضو تأكد له على ركيزة معينة وهي إرث حضاري قيم بشكل كبير جدا. طبعا وده طبعاً كل وجهة سياحية بتكون برضو أمام الأجانب والسياح بتبقى حاجة جميلة جدا. طيب دكتورة إيمان، كنا عايزين برضو نعرف من حضرتك، هل في فرق بين أن الجدران بتكون الرسومات اللي عليها طباعة ولا أن هي تترسم عبر أشخاص؟ ده سؤال جميل جدا. بصي بقى، انت عندك دلوقتي في فكرتين عامه بالنسبه للرسومات الجداريه، يا اما الرسومات الجداريه بتكون بيتعمل تصميم ويتم تنفيذها من خلال فنان او من خلال فنيين مهره، وبتكون باستخدام بقى الوان مثلا تقنيات مختلفه زي التامبرا والفرسك والالوان الزيتيه والفسيفساء والموزايك والنحت البارز والغائر، ودي بالمناسبه بتكون طبعا اكثر قيمه
وبتكون اغلى كمان ومحتاجه مهاره عاليه جدا في التنفيذ. اما بقى الجداريات اللي بتكون مطبوعه دي بتبقى بتقنيه اسمها الطباعه الرقميه الديجيتال برينتنج او تقنيه النفس الحبري، ودي بتكون ممكن على اي وسيط، يعني ممكن اطبع على قماش، اطبع على حيطه بشكل مباشر، ودي بتخدمني لو انا بعمل مساحات كبيره، وطبعا بتوفر لي في السرعه في الوقت، بنفذ بيها تصميمات معقده جدا بدقه عاليه، وبتبقى بالنسبه لي صديقه اكتر للبيئه لان بتبقى النفايات فيها اقل، وكمان الانبعاثات اللي بتكون ناتجه من المواد العضويه المتطايره بتبقى اقل بدرجه كبيره. وزي ما قلت ممكن انفذها على اي سطح، ممكن انفذها على الحائط الابيض والدرج البلاستيك والخشب الاكريليك، اي وسيط ممكن ان انا ابتدي اطبع عليه الرسومات دي. طب احنا يا فندم ندعم تجارب زي دي ازاي؟ يعني احنا شايفين ان هي شيء ايجابي جدا، وحضرتك قلتي بتنعكس على الانسان وعلى رقيه وكده، طب احنا ندعم ده ازاي؟ والله انا شايفه ان الدوله اصلا ماشيه في اتجاهات قويه جدا لدعم دوت. انت عندك هتلاقي مثلا في بروتوكولات تعاون بين المحافظات المختلفه وكليات الفنون التطبيقيه والجميله والتربيه الفنيه والنوعيه الموجوده في نفس المحافظه، والبروتوكولات ديت بتكون بهدف تجميل المحافظه، المباني والانفاق، الجدران اللي موجوده، وبرده الميادين والنصب التذكاريه دي كلها بالاهميه ان هي تسند لاهل العلم ان هم يعملوها. وبرده في برده بروتوكولات تعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين ومصممي الفنون التطبيقيه والاساتذه والاكاديميين والفنانين المعترف بيهم، من اجل ان احنا نحارب ظاهره القبح في الميادين. احنا جت فتره طويله كنا بنشوف بعض التماثيل الميدانيه التي لا تمت للفن بصله، لكن دلوقتي بقى في وعي اكبر، وبقى التعاون مع اهل الفن والاكاديميين المختصين بهذا الامر. ايضا من ان احنا برضو نعمل مسابقات وتكون طبعا برعايه ممكن المحافظات وزاره الثقافه، وتبقى فيها جوائز رمزيه، وتكون فيها طرح الفكرة معينة لتجميل الميادين، ونقدم فيها تصميمات، وطبعا تصميم الفايز يتم الإعلان عنه. وأيضا برضو نشجع الطلبة المبدعين من كليات الفنون المختلفة بأن احنا ننفذ أعمالهم لتجميل الجداريات. أعمال المشروعات يا جماعة بيبقى عندنا كمية مهولة من المشروعات في تخصصات مختلفة بخامات كتيره، فليه ما ناخدش المشروعات ديت ونبتدي نجمل بيها. وعايزه اقول برضو ان في عندك تجربه طلاب تربيه نوعيه في جامعه مثلا كفر الشيخ ديت، كانت ما فيش من قريب، ابتدوا ان هم يجملوا مدينه الحامون بلوحات ناطقه كلها بتعبر عن التاريخ والحضاره والطبيعه، يبقى هم كده قدروا يستخدموا المشاريع بتاعتهم في تجميل المحافظه. ودي مش اول مره على فكره، دي اتطبقت في محافظات كتيره جدا، ان طلبه كليه الفنون بيبتدوا ينفذوا تصميمات بتاعتهم ومشروعاتهم في تجميل المحافظات المختلفه. طبعا شيء عظيم جدا يا فندم، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور ايمان انيس، الاستاذه بكليه فنون تطبيقيه جامعه حلوان، طبعا مبادره جميله ولفته جميله جدا جدا، انه زي ما الدكتور ذكرت قد ايه هي ليها انعكاس على صحتنا النفسيه ويعني رقينا بمعنى اخص. خلينا نروح لموضوع تاني، وهو ان الحقيقه احنا طول عمرنا واحنا صغيرين ما كانش عندنا العاب الكترونيه كتيره ومختلفه طبعا بالشكل الموجود دلوقتي. كنا دايما بنحب نلعب مع اصحابنا اخواتنا، نالف العاب بنكون سعداء جدا جدا بيها، وكانت العابنا الجماعيه ليها شكل طبعا مختلف جدا، وكانت طبعا بتغلب او بتتغلب على الالعاب الالكترونيه. مش بس كده ياسمين، احنا كنا كمان بنلعب في اماكن مختلفه، في الشارع، في البيت، وفي المدرسه، وفي النادي، ودايما كنا بنحس كده بالفرحه من قلبنا والضحك، وكانت افضل من الالعاب طبعا الالكترونيه اللي موجوده دلوقتي كمان كتير جدا، اللي قضت فعلا على وقت وابداع الاطفال، زي مثلا لعبه صلح ولعبه المناديل والاستغمايه والعاب تانية كتير طبعا. وفي طبعا يعني في كهرباء، والاولى انت كنت بتلعبي ايه مثلا؟ انا كنت، لا انا حضرت استغمايه وحضرت كهرباء
وحضرت صلح. لا كانت من الالعاب اللذيذه جدا اللي كنت بستمتع بيها قوي مع جيراني كمان بوجنوب. دي بتبقى حلوه. كنا جميل. في عماره واحده كده. كنا بنتجمع كلنا ونلعب مع بعض، او مثلا لما نروح لولاد عمي ولاد خالتي، فكانت اللعب دي لا جميله، ما كانش حد خالص قاعد على كمبيوتر او على تليفون او على تابلت، كنا كلنا بنبقى قاعدين مع بعض متجمعين. انت ايه ذكرياتك في اللعب؟ انا طبعا الاولى انا كل حاجه لعبتها بصراحه. لاني كنت بحب اصحابي، وكنت بحب دايما يعني بحب انزل العب دايما مع اصحابي كده، في مشاركه يعني غير حقيقي. دلوقتي تحسي دلوقتي الطفل ممكن مش عارف مين اللي ساكن حواليه اصلا. ده حقيقي، يطلع بطفل واحد ده حقيقي، وممكن ما يبقاش عارف حتى طفل واحد يعني. ممكن يكون بيشوف صحابه في الحضانه مثلا بس، او في المدرسه بس ما يعرفش جيرانه مين، لانه محدش بينزل يتجمع تحت زي زمان خلاص. كانت من ألذ الحاجات، وكان وقت العيد كمان او رمضان، كان كل ورمضان والصواريخ والفوانيس والزينه والحاجات دي كلها. طبعا حاجاتنا يعني للاسف ابتدت تروح واحده بواحده للاسف، ودي حاجه وحشه جدا. كله مشغول على السوشيال ميديا للاسف. يعني احنا بنتمنى طبعا ان احنا نرجع للزمن يعني القديم، بس للاسف لو كده نتجمع كلنا ولا لا يعني. انا بناشد الاعداد والاخراج، نجمع كلنا ونلعب اولى. ما عنديش اي مشكله على فكره، انا جاهزه. طيب مشاهدينا نروح لخبر تاني. أدرينا دينيرو الابنة الكبيرة للنجم الامريكي روبرت دينيرو شاركت الجمهور بمقطع فيديو لابوها وهو بيقفز من يخت احتفالا طبعا بعيد ميلاده ال81، وعلقت درينا على الفيديو وكتبت عيد ميلاد سعيد يا ابي، احبك بكل ما اوتيت من قوة الى الابد. بطل فيلم جود فالس ظهر وهو بينط في المحيط من ارتفاع عالي جدا وصل لعشرة متر، وبعد لحظات ظهر دينيرو على سطح الماء وقال لها انا بخير. كمان من المعروف ان النجم العالمي صاحب ال81 سنة رزق بطفلة سماها جيا السنة اللي فاتت في ابريل 2023، طبعا يعني سن كبير شوية على الخلفة، ولكن ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا زي ما قلنا امبارح كده. فطبعا من الحاجات اللذيذة جدا. وطبعا وفي اخر فقرتنا الاخباريه معانا خبر عن اكتشاف مدينه على عمق 100 قدم تحت الارض، ما كانش حد ممكن يتوقع ان ممكن يكون في مخبأ عباره عن مدينه كامله اتجهزت عشان تستقبل 4000 شخص، والغريب ان كان فيها كل مظاهر الحياه. المدينه الغامضه دي صورها بجد مذهله جدا، هي مدينه سريه تحت الارض في بريطانيا، وبنتها الحكومة البريطانية لضمان الاستمرار في العمل والحياة فيها لو حصلت مثلا حرب نووية ولا حاجة، يكون عندهم زي بلان مأمين نفسهم. احنا نحفر تحت البيت بقى بالظبط. نحفر تحت الاستوديو بالظبط. موقع ديلي اكسبريس قال ان المدينة او المخبأ اللي على عمق طبعا 100 قدم تحت الارض في محجر ويلتشير، وعلى بعد كمان اكثر من 60 ميل من الطرق العامه، ويقدر انه يستوعب 4000 شخص في ذلك رئيس الوزراء واعضاء العائله المالكه في بريطانيا، ولو حصل اي صراع او حرب نوويه مثلا هم مأمنين نفسهم. والتقرير كشف ان المدينه تم انشائها في الخمسينات، وكان المقر الرئيسي لها بيحتوي على مركز طبي وعياده اسنان وغرفه غسيل ومخبز كمان ومطبخين، يعني هم مرتبين كل حاجه جاهزه، كل حاجه جاهزه، مفيش حاجه ناقصه الحقيقه، مش هيضطروا يطلعوا يعني فوق يعني، مش بلان بي، ده بي وسي ودي، يعني كل حاجه جاهزه. شويه وهيعملوا نادي واحنا بنتدمر فوق، ولو في جيم بقى ولا حاجه بالظبط. طبعا فقرتنا خلصت الاخباريه، خلينا نروح لفاصل صغير ونرجع لكم بفقرتنا الاولى، فقره كده عن النقد الموسيقي. استنونا. اهلا بحضراتكم ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل، ودلوقتي هنتكلم فقرتنا الاولى عن مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء في دورته ال32. هنتكلم عن اهم الفعاليات الفنيه والموسيقيه واهم الحفلات الغنائيه، تفاصيل كتير هنعرفها عن المهرجان من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو محمد شميس الناقد الموسيقي. وصباح الورد عليك. صباح الفل. خلينا كده في البداية نعرف ايه اللي بيميز مهرجان القلعة في دورته ال32 عن باقي الدورات اللي فاتت، هل شايف ان في حاجة جديدة؟ طبعا في جديد، يعني الفنان حمزة نمرة موجود السنة دي، سمر طارق برضو من الفنانات الشابات اللي بيقدموا موسيقى مستقلة يعني موجودة،
ودي حاجه لطيفه جدا يعني ان احنا ابتدينا في السنوات الاخيره وزاره الثقافه والقائمين على تنظيم المهرجان يعني بقى لهم مده بيحاولوا يجددوا في الاسماء الموجوده عكس السنوات اللي كانت قبل كده. بس انا بطمح بقى يعني طماع اكتر لان احنا يبقى عندنا تنوع اكتر من كده لان مصر فيها مواهب شابه كتيره جدا وبنتمنى يعني ان يبقى في تنوع اكتر من كده بكتير يعني. بس ان جنرال انت شايف الدوره دي يعني عامله ازاي؟ رايك فيها ايه؟ وانا عموما بحب مهرجان القلعه بشكل شخصي وبشكل كمان فني بكل حاجه لان اول حاجه هو تقريبا ارخص مهرجان موجود. سعر التذكره السنه دي وصل 60 جنيه. لو احنا بنتكلم مثلا على اقل حفله جماهيريه لاي نجم من النجوم دي لو هيعملها بره بالالافات هتوصل مثلا هنبدا من اول 700 800. صحيح تمام اللي هو اقل واكثر على فكره كمان. انا بقول اقل سعر هتزيد طبعا بعد كده على حسب الفئات يعني. فكون ان الدوله تعمل حاجه زي كده في مكان اثري مهم في قلب القاهره انا بحب اروحه جدا. بحب كمان لو انا واسرتي اروح انا ووالدي والدتي او انا واصدقائي تجمعات عائليه يعني. بقى مبسوط جدا لما بشوف التجمعات فيها الشباب مع الاسر يعني بيبقى الموضوع فعلا ما هواش مهرجان مثلا لفئه معينه. ببقى مبسوط ان بشوف يعني الطبقات في المناطق الكثافه اكثر كثافه يعني جماهيريه ما بيقدروش مثلا يسافروا يروحوا مناطق ساحليه او يروحوا مثلا اماكن سهر ليليه عشان خاطر يستمتعوا بالمزيكا. بيكون نوع من الترفيه ليهم بدون يعني تكاليف كتير او سفر او واهم حاجه برضو ان انا بشوف ان هو كمان لطيف جدا ان هو بيتذاع يعني برضو ما كانش بيتذاع في السنوات اللي قبل كده. فكرة ان هو يتذاع برضو على القنوات المتحده دي حاجه لطيفه جدا من ضمن الاختلافات السنه دي. لا هو بقى لهم حوالي 4 سنين في الموضوع ده شغالين عليه ودي حاجه برضو لطيفه بحيث برضو ان لو ما حدش يعني عنده قدره ماليه او حتى برضو عشان التذاكر بتخلص في وقت كبير يعني برضو السعه بتاعت المكان مش كبيره قوي يعني فالناس تقدر تستمتع يعني في البيت وكده. طيب هل مهرجان القلعه نجح في المزج ما بين التراث الشعبي وكمان التجارب الغنائيه والموسيقيه المعاصره؟ هو نقدر نقول كده يعني مثلا عندنا الفنان مثلا ياسين التهامي موجود بيقدم حاجات ليها علاقه بالانشاد الديني فده موجود. عندنا برضو بشوف برضو فرق في الدورات اللي كانت قبل كده من الاردن ومن تونس غير برضو الفرق المتخصصه عندنا في مصر. عندنا مثلا مسار اجباري موجود الدوره دي فريق متخصص في موسيقى الروك. عندنا دينا الوديدي فريق يعني من الفنانين المستقلين حتى العازفين يعني. عندنا سعد العود فنان شاب انا بحبه جدا برضو بيعزف مقطوعات يعني كلاسيكيه بالعود وبيغنيها فلطيف جدا موجود برضو السنه دي وشاب يعني ما ففي دعم برضو للشباب انا حابب ده جدا وبتمنى ان احنا يعني نزود عن كده. طب يعني شايف ان المهرجان السنه دي يعني حقق مثلا جاذبيه للناس جامده حقق مثلا يعني رضا لجميع الاذواق مثلا شايف في اقبال كبير عليه ولا عادي؟ لا ده هو دايما من حيث الاقبال دايما موجود كده الناس بتحب المصريين عموما بيحبوا الفن. في محاولات طبعا لارضاء جميع الاذواق. انا بس بيبقى عندي تعليق مثلا يعني للافضل يعني ان احنا نحاول نفصل ما بين النجوم اللي بيبقوا بيظهروا في مهرجان الموسيقى العربيه وما بين اللي بيبقوا موجودين في مهرجان القلعه. يعني لو في حد خد فرصه هنا ما يعني نفضي مكانه في لحد تاني لان احنا بلد متعدده المواهب يعني عندنا يعني انا مبسوط ان في حاجات مثلا مصطفى حجاج بيبقى موجود من فئه الشعبي او الناس اللي بتغني يعني اغاني شعبيه ببقى مبسوط اكتر لو احنا زودنا الحاجات دي يعني لان ده مثلا مش هينفع يبقى موجود في مهرجان الموسيقى العربيه. نوعيه الاغاني اللي بيقدمها حسب البروتوكول يعني والمؤتمر اللي كان معمول بتاع الموسيقى العربيه ده فمثلا في شخصيات غنائيه موجوده في مهرجان القلعه مش تبقى موجوده هناك زي مثلا مسار اجباري مش هينفع يبقى موجود مثلا فرقه بتقدم روك يعني مش هتبقى موجوده في مهرجان الموسيقى العربيه. بس بقى يعني ناديه مصطفى بتبقى موجوده في مهرجان الموسيقى العربيه ما بتبقاش موجوده مثلا في مهرجان القلعه وندي مساحه لفنانين اخرين. مدحت صالح نفس الكلام يعني لا ممكن استاذ مدحت هتفضل موجود بصراحه كنت لسه هقول لك انه استاذ مدحت ينفع يبقى موجود في الاثنين بالظبط يعني احنا النجوم الكبار قوي اللي هم عندهم شعبيه وبيمثلوا جزء من هويتنا وثقافتنا الموسيقيه زي الاستاذ علي حجار وزي الاستاذ مدحت صالح يعني دول استاذ هاني شاكر لازم طبعا يبقوا موجودين لان هم برضو من عوامل الجذب الرئيسيه في اي مكان بيبقوا موجودين فيه سواء بقى مهرجان الموسيقى العربيه او مهرجان القلعه. بس انا بتكلم على الفنانين مثلا اللي هم عندهم اصداراتهم حتى الغنائيه مش كتيره او بطلوا تقريبا يقدموا اصدارات غنائيه موجوده
ممكن نجيبهم دورة ودورتين ثلاثة، يعني ما يبقوش موجودين كل دورة كده، يبقوا هنا وهنا، يعني فاهم قصدي؟ طب تفتكر من عوامل الجذب برضو اللي حاصلة السنة دي الأسعار المخفضة اللي حضرتك ذكرتها إن هو تذكرة ب 60 جنيه وكده، هل ده برضو عمل إقبال شديد للناس؟ اه طبعا طبعا، انا بقول لحضرتك بشوف اسر كامله بالاطفال بالامهات بالازواج كله بيروح، يعني بيتبسطوا، والشباب طبعا بيروحوا، ولطيف جدا. يعني احنا لو بنتكلم ان يعني عندنا افكار نوعا ما الدوله بتحاول تواجهها ليها علاقه بالتطرف او الارهاب والكلام ده كله، فهو ده المخرج الوحيد. يعني الأطفال بشوف يعني ده ليهم تذكرة لا ولا دي معلومة مش عارفة؟ الكبار هم اللي بيعلموا، وكان طب في عظيم كمان. وكمان بيبقى في باصات بتدخل يعني خدمة توصيل، يعني عشان طبعا المكان بيبقى كبير من بوابة لحد المكان بتاع التذكرة، بيبقى فيه يعني باصات كل حاجة ميسرة نقدر نقول كده يعني. وفي كمان ناس بتبيع مياه وحاجات كده لطيفة عشان برضه الجو بيبقى حر. لذيذ جدا، فمهرجان لطيف جدا يعني أسري، يعني بحبه عشان هو مهرجان جميل. أسري يعني. طيب هل مشاركة برامج، طبعا برامج الحفلات الغنائية سواء بالكبار يعني كبار النجوم أو حتى فرق الموسيقية أضاف للعام ده النجاح يعني؟ ايوه، ما بقول حضرتك كل ما احنا بنزود حالة التنوع دي كل ما الفئة الجماهيرية المستهدفة بتزيد، غير لما نبقى حاصرينها في مكان معين يعني. فطبعا دي حاجة عظيمة، وانا مبسوط ان الدولة يعني بتسمع للآراء دي او القائمين عليها، ان هم فعلا ما بقاش الموضوع مقفول زي زمان كده، لا بيبقى فيه تطور وتنويع. ويعني لو بنتكلم عن موسيقى البوب موجود مثلا هشام عباس، لو بنتكلم عن الغنى او المقطوعات حتى الموسيقيه والفرق الاوبراليه مثلا عندنا استاذ عمر خيرت مثلا موجود بيقدم مزيكا، بس عندنا استاذ علي حجار يعني. يعني كده انت في جمهور كتير عندك يعني، شوف طبعا لكل فنان وكل فرقة موسيقية ففي جمهور كبير، انا فاكر فده طبعا اخر بيعمل حفله إضافة. حضرتها للاستاذ عمر خيرت من كتر التدفق كان في ناس يعني بتحاول تتسلق الاشجار عشان تبقى تسمع الموضوع، كان طبعا زحمه جدا يعني. استاذ كبير طبعا طبعا، بنقدم له والسعر التحية طبعا. المخفض كمان ده بيخلي الناس بتبقى كلها عايزه تروح، وان الفن للجميع يعني. صحيح صحيح. طب شايف انه هل ممكن يتم اكتشاف مواهب جديدة من المهرجان ده، ولا شايف انه بيعتمد على كبار النجوم اكتر؟ يعني هل ممكن نشوف حد مثلا اول مرة في حياته يغني في المهرجان ده ويبقى بعدها نجم، ولا احنا معتمدين على الفنانين لا اللي ما احنا احنا مش عارفينهم؟ معتمدين برضو على كبار النجوم، يعني احنا جايبين فنانين شباب يعني ما لهمش مثلا شعبية كبيرة، قلت لحضرتك كم مثال من اول الحلقة يعني فيهم. لكن انا برضو ضد ان احنا محاولة اكتشافنا، واحنا مش محتاجين ان احنا نكتشف حد يعني دلوقتي، ما فيش يعني سعي، يعني هنستفيد ايه لما نقعد ندور على نكتشف حد دلوقتي؟ كان زمان ده ممكن نعمله علشان خاطر وسائل وصول الجمهور للفنانين كانت صعبة، لكن دلوقتي كل فنان هو قائم بذاته ويقدر يأسس لوحده، يعني يبقى وان مان شو، يقدر ليه يعمل بس أغاني يعني لما وينزلها للجمهور يكتشف حد ويتواصل. ودعمه اكتر ووصوله اكتر للجمهور لما اكيد هو يبقى بيبقى عنده حاجة كويس. الأول والناس تسمعها ويقدر يوصلها على السوشيال ميديا ببلاش، مش محتاجة يعني مجهود كبير، يعني محتاجة إن هو يبقى مختلف، ساعتها إحنا ممكن نحتضنه ونجيبه، لأن ده كمان هيخليه الاحتكاك بتاعه مع الناس هيبقى عنده شخصية غنائية مختلفة، غير لما يجي يكتشف أستاذ كبير هيبقى متأثر بأستاذه وبالأغاني المعمولة فهيطلع شبه ناس موجودة. لا بالعكس، كل الناس اللي هم حققوا نجاح أو تجارب غنائية ناجحة يعني في مشوارنا كانوا أبناء تجاربهم، يعني ما تأثروش بأساتذة سابقين والاحتكاك هو اللي علمهم، زي لو بنتكلم مثلا عمرو دياب أو محمد منير. عمرو دياب ما بقاش عمرو دياب لما نزل غنى في الكابريهات، قعد 5 سنين أول حياته بيقلد محمد منير، يعني كان محمد منير عامل الزمن، عامل يا زمان عمرو دياب عامل الزمن، محمد منير عامل المدينة، عمرو دياب عامل المدينة برضه، محمد منير عامل يا طريق، عامل الطريق، عمرو دياب عمل يا طريق، يعني حتى أسماء الأغاني شبه بعض، وكان بيشتغل مع نفس تقريبا الملحنين، وكان بيكتب له عبد الرحيم منصور اللي كان بيكتب برضه لمحمد منير وقتها. فاتغير امتى؟ لما ابتدى ينزل الكباريهات واحتك مع الجمهور، بقى عمرو دياب السوبر ستار، النجم الكبير، بقى عنده طعم مختلف بالاحتكاك. فلما احنا نجيب فنان جديد ونحاول ان احنا نكتشفه اكيد هيبقى متأثر بأفكارنا وإضافة طبعا. وكلامنا، غير لما هو يبقى خارج بقى باحتكاكه مع نفسه، مش هيبقى شبه حد يعني. صحيح. طيب لو هنتكلم عن مهرجان القلعة الغنائي ووسط طبعا المهرجانات الغنائية اللي بتقام في مصر، تصنيفه ايه؟ معنى ايه تصنيفه يعني تصنيف مهرجان القلعة بالنسبة للمهرجانات الغنائية اللي بتقام في مصر،
بيكون تصنيفه ايه يعني؟ انا بشوفه مهرجان اسري، يعني ده الطف حاجه في الدنيا، يعني ان الاسره كلها تقدر تروح تسمع، ما يبقاش حد خايف ان هو يسمع حاجه خارجه او حاجه، يعني ان ده بيحصل دلوقتي اليومين دول. انا مش ضد ده بالمناسبه يعني، بس انا بتكلم على ان الاسره ممكن تروح تبقاش متضايقه، وانها اكيد هيتبسطوا، لان كمان ان بيبقى المهرجان في كذا فقره في نفس اليوم، فلما لو في فقره مثلا ما عجبتكش اكيد هتعجبك فقره تانية، وكده كده موجود قبلها. هو شامل اليوم كامل يعني؟ اوكي، من اول الصبح لحد من الساعه كام لكام؟ طيب على حسب بقى الجدول بتاع، يعني بيختلف على حسب كل الحفلات، كل يوم بيختلف عن التاني على حسب، يعني اليوم ده فيه ثلاث فقرات، فيه فقرتين، فعلى حسب يعني مدته قد ايه اصلا، هيقام في عدد ايام قد ايه؟ هيخلص يوم 28، هيخلص يوم 28 يوم الاربعاء تقريبا. عظيم جدا، احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده، الاستاذ محمد شميس الناقد الموسيقي. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. مشاهدينا، خلصت فقرتنا الاولى، لسه مكملين معاكم لفقرتنا الثانيه والاخيره، انتظرونا. اهلا بحضراتكم، النهارده هنتكلم عن الرياضه واهميتها بشكل عام، وهل الرياضه من غير نظام غذائي بتخسس؟ طيب ايه الوقت المناسب لممارسه الرياضه خلال اليوم؟ تفاصيل كتيره جدا هنعرفها من ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو سماح امين، مدربه لياقه بدنيه. صباح الورد عليكي. صباح الورد، بنرحب بيكي في البدايه ومنورانا النهارده، وعايزين نسالك ونعرف المشاهدين اهميه ممارسه الرياضه في خلال اليوم او في الحياه عامه. يعني هما الناس مع الأسف حاصرين الرياضة شوية في حتة الخساسين بس، إلا أن الرياضة ليها أهمية كبيرة جدا. أنا لو مودي وحش ونزلت اتمرنت، نزلت اتمشيت حتى، مودي هيقلب تماما وهيبقى حلو وإيجابي وعندي طاقة ونشاط، مش هتكسلني ومش هتتعبني على فكرة. صحيح. غير أن أنا ممكن أخس، هي بتشد الجسم، بتخلي عندي شيب، حتى لو أنا مليان أو زيادة شوية في الوزن، لا هيبقى الشيب بتاع جسمي حلو طبعا. عندي بقى طاقة سلبية، عارفة لما الواحد يبقى متنرفز شوية وينزل يشيل مثلا حديد، لا هيحس يفرغ طاقته، يفرغ طاقته حرفيا. كنت هقول كمان من امراض، لاني ساعات لو هو نفسيا تعبان ومخرجش الطاقة السلبية دي، هي هتروح لأجهزة جسمه وهيمرض. ده حقيقي جدا. ده حقيقي جدا. اتفضلي. لا قولي. لا اتفضلي كمان. غير طبعا ان هي بتقوي المناعه، يعني وقت مثلا كورونا او الحاجات اللي هي كانت عامله مشاكل في الجهاز التنفسي دي، يمكن اغلب الرياضيين بفضل ربنا طبعا ثم الرياضه ما كانش عندنا يمكن المشاكل دي، ما حصلت لناش خالص الحمد لله. الحمد لله. طب لو احنا اتكلمنا على منطقه ان الرياضه حد بيستخدمها للتخسيس وعايز ده فعلا، طيب في حاله ان هو بيعمل رياضه وما بيخسش يعمل ايه؟ هل لازم يكون متبع معاها نظام غذائي ولا مش شرط؟ لازم. لو يعني قلنا الاكل والرياضه 70% نظام غذائي 30% رياضه عشان نخس، يعني نعتمد على الاكل بنسبه 70%. لو انا مش عامل نظام غذائي كويس وباكل غلط، غلط ده برضو مش يعني طريقه اكل او اكل معين زائد سعرات. موضوع الاكل ده كبير قوي وفي كلام كتير وشكل كبير قوي، بس لو اختصرناه يعني، لو انا باكل اكتر من السعرات اللي جسمي محتاجها وبلعب رياضه، والله لو لعبت 24 ساعه في اليوم مش هخس اوكي خالص. يعني مش شرط ان انا عشان بتمرن يا جماعه يبقى انا هخس، لا لازم اعمل دايت. طيب لو قلنا لك كده عايزين نعمل كده حاجه تمرينه كده بسيطه الناس تعملها معانا في البيت، تبقى ايه؟ احنا ممكن نعمل تمارين رياضيه حاجه كده مع بعض دلوقتي. اوكي، ممكن نعمل حاجه معاكي؟ يا ريت. طب يلا. هي حركات سهله جدا جدا، اي حد ممكن ينضم الينا ويعملها. اتمرنت امبارح وجسمي تعبني جدا من التمرين. طيب محتاج الميوزك. يعني محدش هينضم والله سهله. والله يعني عشان دينا كانت قايله انا هنضم، فعشان كده هم قالوا لي قولي لياسمين. لا وانت انا هنضم. طب انتوا ما تيجوا انتوا الاثنين معانا ونعمل دلوقتي، هتبقى فقره جميله جدا والله. حاولوا حركتين واقعدوا. حركتين واقعدوا يلا بينا. والله يعني غصب عني مش هعرف اقوم عشان سبب ما بجد. ماشي، احنا محتاجين بس ميوزك. هرقص ولا ايه؟ لا خالص. ميوزك. طيب.
كده ممكن نعملها اول اول ما لو حد مبتدئ ياخدها كتمرينته كل يوم 5 مينيت. يعني انا بجد بحييك وبحييك دينا عشان بشافوه ما شاء الله عرفتي تعملي الحاجات دي. يعني انا بوجه رساله لستات البيوت دلوقتي، انتوا مالكوش حجه ان انتوا تعملوا التمرين ده، لان دينا عملته بالتالون فما فيش اي حجه. يعني سهل وفعلا بجد بيخرج طاقه بيفكك. مبسوطه؟ لا انا بحب الرياضه جدا وعارفه ان هي مفيده جدا صحيا ولكل ست، سواء ان هي بتحمي كمان من الاسترس، بتحمي من، بتخلي مزاجك حلو، بتفكري كويس، فانا بشوفها مفيده ويا ريت كل واحده فعلا وكل راجل برضو. بس الرجاله دايما مهتمين باجسامهم عن الستات وبالرياضه، فحاجه ممتعه بصراحه لذيذه. طب قولي لي، يعني لو حد دلوقتي عنده مشكله ما، ان هو عنده منطقه معينه في جسمه حاسس ان هي مليانه شويه زي منطقه البطن مثلا، اغلب الناس بيعانوا منها، اغلب الناس تستسهل وتقول لك مثلا انا هروح اعمل شفط دهون، هل دي ممكن تتحل بالرياضه؟ بصي انا حاجات الشفط والحاجات دي انا ما عنديش معلومات كافيه عنها. ولكن انا عايزه بس اوجه او افهم الناس ان مفيش حاجه اسمها انا همرن بطني عشان بطني تخس او مرن دراعي عشان دراعي يخس. مفيش تمرينه بتخس منطقه. اولا لازم نحترم الجين. انا جين عيلتي مثلا دهوني في دراعي، لا دهوني في بطني، لا دهوني في رجلي، احترم الجين ده اول حاجه. بس انا لو عملت نظام غذائي متوازن مظبوط محسوب ورياضه، المنطقه دي مش بس هتخس، بقى هتخس وتتشد. احنا أوكي. مشكلتنا يا جماعه في شكل الدهون. يعني كيلو الدهون لتسي قد كده، كيلو عضل قد كده كحجم. فانا لو مثلا هنقول رجلي قد كده، لو اتشدت وبقى فيها عضلات لا هتصغر شكلها، هتبقى انشف ومشدوده حلوه. طبعا عارفه حد يبقى مليان بس في الشدة دي، عكس ما حد مثلا يخس بعملية ما فالدهون تروح، ولكن يكتشف ان عنده تراكم في الجلد. طبعا مأساة. طيب في طبعا حاجة بتتعرض ليها كل ست اللي هي الولادة، وطبعا بيبقوا رفيعين وجسمهم كويس وبيجي يحصل لهم بقى مشاكل بعد الولادة، فتنصحيهم بإيه؟ هل تمارين البطن مهمة جدا بعد الولادة عشان يعني ترجعهم للشيب اللي كانوا فيه الأول؟ تنصحيهم بإيه؟ يمكن أكتر حد انصحه فعلا بتمارين البطن هي الستات اللي ولدت سيزيريان. يعني احنا زي ما قلنا من شويه، تمارين بطن مش هتخسس البطن، بس هنا عندي ان العضلات نفسها تعرضت للقطع وترهلت. هنا لما هتمرن بطن العضله هتشد، الشكل اللي هو بتاع البطن السيزيريان اللي عامل كده ده هيرجع. هيرجع، عايز وقت. بس ما بس يبقى بعد الولاده بقد ايه؟ عشان في ناس بتقعد سنين وبعد كده ترجع بقى تكتشف ان هي عايزه تعمل بقى رياضه، فبيكون صعب النزول. بص هي مش سنين، بس انا ما اقدرش اقول لك بعد قد ايه لانها تختلف من كيس لكيس. هي بعد الولاده كانت عامله ازاي؟ فدي يعني الدكتور يقول لها انزلي. انا جات لي واحده من فتره من حوالي شهر، والده من اسبوعين وعايز تيجي تتمرن. بدري قوي. قلت لها بصي بقى معلش على اذنك اتفضلي كلمي الدكتور، لو قال لك تعالي تعالي. انا يعني ساعتها لازم تتوجه لطبيب الاول تتاكد منه طبعا. ولا لا طب مينيمم قد ايه انت شايفه مثلا؟ لا ما اقدرش اقول لك، ما اقدرش اقول لك. الدكتور من السيزيريان بتاخد وقت قد ايه؟ شهرين مثلا او ثلاثه؟ مش اقل من ثلاثه بليز، يعني او ست شهور على الاقل، ما تتاخرش عن ست شهور ده تقريبا يعني. طب انت شايفه ان جنرال كلايف ستايل نعيش عليه المفروض نعمل رياضه كام مره في الاسبوع مينيمم؟ مينيمم المينيمم ده هو انا لما خلاص بقى، يعني انا والرياضه بينا عداوه يومين ما انا والرياضه بينا عداوه. يومين اقل حاجه، يومين في الاسبوع. اي شكل رياضه اختاره بقى دي براحتي، بس لازم على الاقل لو انا مش هنزل خالص، مش هتحرك، مش هعمل اي حاجه، يومين يا جماعه، ما فيش اقل من كده اصلا. انا اتمرنت. طب في ستات بيوت مثلا تبقى قاعده في البيت تقول لك انا النهارده نفضت الكنب والسراير والسجاجيد ومش عارف ايه، هل يعتبروا ده رياضه بجد؟ بصي هنا في اختلاف ما بين الرياضه والحركه. هل انا لما نفضت السجاد زي ما قعدت اتفرجت على التلفزيون؟ اكيد لا. فهي عملت حركه حلوه قوي، بس هي ما اقدرش اقول انها هيخسسها ولا هيقولها ظهرها مثلا. يعني مثلا هي وطت وكنست او مسحت او واتيفر، هل ده هيقوي مثلا عضله الظهر؟ لا مش هيقويه، بس اتحركت. لو هي تخينه هتخس؟ لا مش هتخس. بس يعني افضل من القعده بكتير بقى. يعني انا افضل الاعمال المنزليه لو انا صفر رياضه. الاعمال المنزليه والحركه في البيت كويسه قوي. كويسه قوي. جميل.
طيب طبعا في اشكال للرياضه مختلفه، سواء السباحه او المشي او الجيم او الكارديو مثلا، تنصحينا يعني هل نمارس رياضه واحده فيهم ولا ممكن التنوع بيكون افضل لينا؟ طبعا التنوع افضل كتير كتير. مثلا حاجه زي السباحه دي رهيبه، هي ما بتسيبش عضله في الجسم مش بتحركها. فالسباحه دي بالنسبه لاغلب الناس حتى تلاقيها بتقول لك ان هي التوب، احسن حاجه لو متاح سباحه تبقى سباحه. الجيم بقى اللي هو الحديد او شيل الاوزان او كده، ده جميل جدا في ان هو على حسب برضو النظام الغذائي، ده لازم امنشنه كويس قوي. عايزه تنصحي مع مدرب طبعا في البدايه؟ طبعا طبعا، ممكن يعمل مشكله، لا اصابات، ده احنا نفسنا احيانا يعني بنتعافى شويه على نفسنا لو ما فيش قدامي كابتن يقول لي لا خدي بالك اعملي اصاب. طبعا اصاب بمنتهى السهوله، فلازم معاك يعني يقول لك حتى الكابتن ليه كابتن يعني حتى طبعا طبعا لان بيجي رامي يعني ليه كابتن بتاعه اللي بيمرنه، كل كابتن لازم يبقى ليه كابتن. فعلى ممكن بعد فتره طبعا انا خلاص ابقى اخدت بالي ومتعافاش على نفسي ومشدش قوي على نفسي، خلاص هعرف امرن نفسي. بس ما ينفعش انا ادخل الجيم كده اجيب تمارين من على اليوتيوب. مثلا في ناس تعمل كده لان بقى منتشر جدا، ده مصيبه غلط، ده طبعا دي مصيبه والله بجد، بيجوا لنا بعد كده بكوارث. طب ما تتجنب ده. المشكله لما بتيجي اصابه انت بتتعافى منها بس بتقعد توجعك فتره، بتقعدك في البيت. وفي ناس بتاخدها ان هي توفير فبيطلعوا من ابلكيشن او كده، بس المشكله ان هم لو حصل لهم حاجه هيصرفوا اكتر. فاحنا والله العظيم صراحه جلسات العلاج الطبيعي والعلاج، وان انت قعدت في البيت كنت بادئ مثلا حاجه شهر شهرين وهتشوف، اصل اللي هيبدا جيم ده هيشوف اختلاف من اول شهر. فانت شهر لو شهرين مرن صح ومع ترينر هو هيلاقي اختلاف حتى لو مش مع ترينر. فانت دلوقتي مثلا هنقول ان انت ما اتمرنتش مع ترينر شهرين وشفت الفرق وبعدين اتصبت قعدت في البيت، فانت هتزعل قوي على الشهرين بتوعك دول وهتصرف اكتر من لو كنت اديت للترينر. لو اديت للترينر فلوس وهو مرنك هتوفر، والله الفلوس هتوفرها ان انت تصرفها على صحتك، هتستفاد اسرع، هتستفاد وهتاخد شيب، وهو كمان ممكن يظبط لك اكلك. انت ممكن تبقى بتتمرن وبتاكل غلط، تتمرن مثلا انت تزود عضلات وبتاكل اكل يقلل دهون، انت عامل ميكس، انت جسمك مش فاهم انت بتعمل ايه. او العكس، تاكل كتير قوي وعمال تعمل تمارين تحرق قوي برضو مش هتستفاد، هتاخد شيب في الاخر، هيبقى عندك شيب حلو، شيب اللي هو شده يعني. بس ولا هتبقى خسيت ولا هتبقى زدت عضلات، انت ما وصلتش لحاجه يعني. طب في حاله ان احنا يعني انا عارفه ان حضرتك مش نيوتريشنست، بس ممكن يبقى عندك فكره جنرال تقول لنا الناس ممكن تاكل ايه قبل التمرين وبعد التمرين؟ يعني انا اسمع مثلا بشكل عام ان ممكن قبل التمرين ناكل موز، زبده فول سوداني، حاجات تساعدنا على الحرق، بعد التمرين ناكل بروتينز كتير، يعني ممكن تدلنا فكره جنرال؟ اوكي، احنا برضو هنفرق بين انهي تمرين. المشي انا انزل اتمشى نص ساعه مثلا اكل موز بقى وارجع اخد بروتين عادي، وانا نزلت اتمشى نص ساعه مش هحتاج قوي ان انا اظبط اكلي قوي يعني. ولكن لو انا هنزل اتمرن تمرين سباحه، تمرين حديد، تمرين كارديو عالي شده شويه، انتنستي عالي شويه، ساعتها بقى ممكن موزايه مع فنجان قهوه، بس طبعا ابقى واكل وجبه خلاص وقبل التمرين بساعتين، وبعدين خلاص نازل اهو قبلها بنص ساعه هاخد مثلا موزايه او ثلاث بلحات وقهوه لو انا بحب القهوه. طب ليه قهوه؟ بتنشط، بتديني انرجي، بتخليني قادر انا هنزل اشيل اوزان يعني، هنزل احمل على جسمي حاجه، فهتديني طاقه زياده شويه. والتمر كمان زي ما التمر والموز دول فيهم كربوهيدرات، بتتحرق بسرعه فتديني طاقه بسرعه ومش تنزل بسرعه بقى يعني. السكر بيعلي الطاقه قوي مره واحده بينزلها مره واحده. صحيح. لو اخدت الشوكليت مثلا ونزلت التمرين ممكن ادوخ، لان صح. هوب هوب في لحظه، فمش عارفه اكمل التمرين، نفسي دايخ في نص التمرين. لكن الفاكهه والحاجات الطبيعيه دي بتعلي وتدي الطاقه، تفضل واقفه شويه ثابته شويه بعدين تبدا تنزل على نهايه التمرين. الكافي بقى معايا تكمل، ده حلو قوي. اوكي، بعد التمرين مش بس بروتين يعني، ما اروحش اخد مثلا تونه او لحمه او فراخ او بيض بس، اخد معاها مثلا تفاحيه لو انا برضو هتمرن حديد. ليه؟ لان انا هنا قطعت العضلات، قطعت العضلات حرفيا، ده المصطلح المظبوط. فالعضلات عايزه تعمل ريكفري بسرعه، الريكفري ده بيحصل بالكربوهيدرات. هل الكربوهيدرات دي بقى عيش وفطير وسكر؟ لا طبعا، خلينا في التفاح، ده انسب حاجه. يعني التفاح يعتبر كاربس، يعتبر ميديوم كارب، ولا هو اللي هو البسيط السيمبل، ولا هو الكومبلكس بنعتبره ميديوم. برضو الموز اي نوع من انواع التفاح؟
طبعا الاخضر احسن، أخضر طبعاً. الاخضر ذا توب، بعدها الاصفر، بعدها الاحمر، لكن بعد التمرين لو خدنا اصفر او احمر اوكي. طيب انا هسالك بقى على حاجه منتشره دلوقتي على السوشيال ميديا، موضوع تمارين الوش. ايه رايك فيها؟ والله على بصي ما درستهاش، هي للستات مفيده جدا وللرجاله، وعشان احنا وشنا بيبقى فيه عضلات، فطبعا احنا ما كانش عندنا فكر ان احنا نمرن عضلات وشنا، فايه رايك فيها لما يعني ناس كتير بقت تشوفها وبقت بتعملها؟ عن تجربه شخصيه انا حاسه انها بتفرق، بس ده كدراسه ما درستهاش. انه بتشد الوش مثلا، بتعمل جو لاين حاجه كده مظبوط. دايما حتى ممكن تقول لنا تمرين كده على الاقل بسيط للوش. لا مش هقدر اقول لك او مش هبقى عارفه قوي. او تعمل لنا مثلا، في تمارين كتيره قوي بنشوفها، هل في تمرين بسيط ممكن كل ست دلوقتي تعمله؟ عشان برضو ساعات الوش بيبقى فيه فاتس والحاجات دي كلها. أكيد. فهل في تمرين ممكن لو ما عندكيش يعني معلومه كافيه على الوش، ممكن نعمل تمرين اخير عادي مثلا برضو انرجاتك كده لذيذ تاني للرياضه يعني. يعني مختلف اكيد عن عملنا حاجه بسيطه برضو. هو اللي احنا عملناه ده حلو جدا. هنضيف بس عليه ممكن حركتين كمان مثلا، هيبقوا حركتين بالعدد. اوكي بس خلاص هيبقى كده تمام. مش احنا معاكي بقى انت ليه؟ والله كنت حلوه قوي، كنا مع بعض على حسدتك. ما تحاولي يا ياسمين والله. انا راحه بعد كده الجيم، على فكره احساس الالم بتاع الجيم ده جميل جدا. يعني هو انا عملت بالالم دلوقتي، حاسه انك مبسوطه، عارفه انت اللي هو يعني دايما لما يمشي من الجيم مش حاسس بشد، يعرف ان هو ما عملش حاجه خالص. كان بيتدلع. طب انا عايز اسالك على حاجه مهمه بقى. في بيبقى بعض الاجسام بتبقى رفيعه وبيبقوا عايزين يتخنوا، هل لما يروحوا الجيم ويقول لك انا اروح الجيم انا اخس اكتر، مش ده ممكن يخليهم ياكلوا ويبقوا افضل ويحسن جسمهم؟ مش هيخس اكتر ولا حاجه. هقول لك بقى، هنا لو لعبنا الجيم، لو لعبنا هنا حديد وكلنا سعرات تبقى اكتر من احتياجنا، بس سعرات مظبوطه، يعني ما تبقاش سكر برده وكربوهيدرات سيمبل والحاجات المضره، نخلي اكتر السعرات بتاعتنا في الدهون الصحيه والبروتين، ساعتها مع الحديد هيزيد عضلات، هيبقى شكل الجسم البيرفكت. يعني لو هو راح الجيم مع بقى مدرب ونيوتريشنست مظبوط، هيعرف يزودوا عضلات مش فات، ساعتها جسمه هيزيد، هياخد شيب حلو قوي، بس عضلات مش دهون، بس ساعتها هيبقى الموضوع جميل جدا جدا. طب احنا محتاجين نعمل التمرين بتاعنا. ماشي حاضر. نعمل التمرين بتاعنا. خلاص يا دينا شول مش تقومي. لا والله مش قادره خالص. خلاص بقى للاسف. شجعتك في البدايه بس. خلاص اوكي. احنا هنا هنعمل السكوات زي ما قلنا. السكوات بقى عايزين ناخد بالنا من حاجه، ان احنا ركبتنا ما تعديش مشط رجلنا، بلاش السكوات دي. السكوات دايما يبقى لورا اوكي، عشان ما تحصلش اصابه في الركبه. هنا صح. بقى اهميه المدرب اوكي. اوكي صح. ماشي مع مزيكا كده تعمل جو حلو في نفس الوقت. اعلي بقى ميوزك شويه واشتغل. هبقى مبسوطه جدا. ممكن ستيب باك. ارم. اوت ستيب اوت. جدا جدا جدا. طب قولي لي، تنصحي ستات البيوت مثلا اللي هم مش بيعملوا رياضه، ما عندهمش امكانيه يروحوا الجيم، ان هم يعملوا ايه؟ يعني ما عنديش امكانيه ان انا ابقى مع بيرسونال ترينر وحد يدربني يعني خاص بيا، وما عنديش امكانيه اروح الجيم، طب اعمل ايه؟ عندي تو اوبشنز. هعرف انزل اتمشى في الشارع كل يوم نص ساعه، مشي عسكري، مش ماشيه ان انا بتمشى بعمل شوبينج مثلا، لا همشي مشيه مظبوطه، خطوات منتظمه في الشارع، لو ما فيش نادي اوكي، نزلت تراك اوكي، ما فيش بقى خالص اي حاجه، هنزل اتمشى في الشارع. طب صعب خالص، هفتح اليوتيوب هكتب ووك ات هوم. ووك ات هوم بس هما بيعملوا تمارين
تمارين المشي في البيت. بس هي طبعا ما تبقاش مشي بس، يبقى فيها حاجات زي اللي عملناها. ودلوقتي بقى والله حتى التلفزيون المصري والمدربين المصريين حاطين تمارين كتيره جدا جدا على اليوتيوب. لو كتبت تمارين رياضيه هلاقي تمارين. الحقيقه يعني احنا استفدنا منك جدا، وانت نورتينا واضفت لنا يعني طاقه ايجابيه جدا. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. سماح امين مدربه اللياقه البدنيه، بشكرك يا دينا على التمرين اللي قلتها له. عايزه احسدك، ميرسي ليكي جدا. ومشاهدينا خلصت حلقتنا اللي كلها طاقه ايجابيه ولطافه ورياضه، بنشكرك طبعا. واستنونا بكره في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح الوقت.